الراديو 90 90 هواها مصر. على الراديو 90 90 شهر جاز وشهر باز، قاعدين على الكرسي الهزاز، دي حملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هدي وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي حملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هدي وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست، اقتربي مني يا شهرجاز، تعالي جنبي ايتها الكتكوتة، اقتربي يا حلوة واحكي لي حدوتة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي، بلغني ايها الملك اللي بيدلعني وبغازل فيا ويشخلعني، هحكي لك قصة لو اتكتبت بالابر على اماق البصر، لكانت عبرة لمن اعتبر. هيجي يوم واعرف يعني ايه اماق البصر، احكي بسرعة وهاتي الخبر. كان يا مكان في احد البلدان، الراجل ابو مصعب الهربان برا البلاد، هو ومراته اللي قلبها كان كله سواد، اللي عايشين في البلد اللي ما تشيلش كام نفر، اللي ممكن تغرق بعد نص ساعة مطر، استغلوا ظروف البلد وولعوا الدنيا على الفيسبوك هما الاتنين، ولو اديتني يا مولاي منديل الامان هحكي لك اللي بينهم كان. معاك المنديل. الفويسة جات لحد عندنا يا ابو مصعب، لازم نستغل الفويسة احسن استغلال، عايزين نكيه الناس في عيشتها يا اخويا. طبعا يا ام مصعب طبعا، ان شاء الله البلد دي هتولع. انا بايت على الفيسبوك من الصبح، كل شويه الفع بوست انقح من التاني. شوفي شوفي البوست ده كده يا ام مصعب، شوفي ان هيدا زودوا اسعار البنزين وبقيه هيلغوا التموين. لا حلوه يا ابو مصعب، شفتي وهم بياكلوا تفاح وتين، وحياه المواطن هتبقى تين. ده انت بتكتب شعري. طبعا طبعا. يسمع من بقك يا ابو مصعب، تفتكي الساويه هتقوم تاني؟ والله والله سامم ريحتها يا ابو مصعب، الناس اعصابها سايطه، والكتايب الالكترونيه بتاعتنا مولعاها على الفيسبوك. يا ابو مصعب، فاكره ايام الثوره؟ وهي دي ايام تتنسى يا ابو مصعب؟ دي كانت احلى ايام. فاكر لما كنا بنتلمى عند الوليه جايتنا عشان نعمل ازايز المولوتوف، والنبي ضيحته لسه في مياخيني. ولا فاكره يا ابو مصعب لما كنا بنرمي الكاوتس المحروق ونقطع الطريق على الناس يا ابو مصعب؟ والنبي ما تفكرني، نفسي ياحت على الكاوتش. فين ايام حظي التجول ودايب الناي اللي كان في كل حته؟ ايه يا ام مصعب، دي كان فاضل لها تكه والبلد تتقسم. منهم لله اللي لموها بدي بدي. اسمع يا ابو مصعب، انت لازم تكتب مقال بيتكلم عن الكوايس الاقتصاديه اللي هتحصل في البلد، ولازم تكتب كام كلمه من اللي بتعجب الناس. يعني اقولك يا ابو مصعب بايه، تكتب ان عجز الموازنه هيكبر، والديون الخارجيه هتزيد، واسمها ايه دي، اسمها ايه افتكر كده، ايه افتكر بسرعه، الفجوه هتوسع. الله الله عليكي، بس عايز اقولك على مفاجاه بقى، انا كاتب حته مقال يكره الناس في عيثتها، وعشان الناس تصدق ان ده مقال عالمي كتبت المقال بقلم الكاتب الاقتصادي ميل جيبسون. ايه ده ممثل؟ ايوه بس محدش واخد باله، من جريده فريدم بلندن. لا حلو قوي الاسم، عجبني. احنا عايزين نستغل كمان موضوع زياده البنزين ده احسن استغلال، لحسن الناس لو عيفت مصلحتها والكلام اللي بتقوله الحكومه دي تبقى مصيبه. عندك حق يا ام مصعب، مش عايزين نستنى لما الاقتصاد يتحسن، شكلها كده سنه بالكتير والبلد دي هيصلح حالها، ساعتها بقى انا وانت واللي زينا هنبيع قتا يا ابو مصعب. لا قتا مين، لكن قولي يا ابو مصعب، احنا مش هنرجع بلدنا تاني ولا هنفضل طول عمينا هنا متغيبين؟ بلدنا مين بس، احنا قاعدين هنا مع اخواتنا اللي كاتين، احنا هنلاقي يغمة احسن من كده؟
احنا دورنا ان احنا نولعها من هنا وبس. ادعي ادعي يا ام مصعب ان البلد دي تولع. ادعي يا وليه من قلبك. يا ربنا على الظالم والمفتي. قلبي قلب ام مصعب، انت دعيت وقلت يا وليه. يا لهوي هي جت فيكم. وزي ابو مصعب وام مصعب في ناس كتير اللي عارفين ان اقتصاد البلد بيعاني من عجز كبير، وان العلاج الصح بيبقى طعمه مرار، بس اخر الليل لازم يطلع النهار. استر يا ستار، وليه عايزين يقلبوا البلد دمار مع انهم عارفين ان المرض معشش في البلد من سنين ومش هينفع معاه التسكين؟ طبعا يا مولاي خايفين، البلد دي قربت تفوق وكلها شوية واقتصادها يروق، واللي شربنا الكاس بكرة منه هيدوق. سيبك منهم وخد موزة يا مولاي. قلتلك 100 مرة أنا بكره الموز، ما بحبش الموز. بلاش تقوليلي اسم الموز في القصر تاني. ولا مسرور، انت زفت اللي اسمك مسرور. انت فين يا سياف الزفت؟ يا نهار ازرق يتحرق الموز، انت هتتغابى يا شهرباز ولا ايه؟ ايوه هتغابى يا شهرجاز، والمصحف لا تغابى. ولا مسرور حلق معايا، ولا امسك يا واد يا مسرور، اقطع راسها بقى يا مسرور. اعقل بقى يا شهرباز. الله فرجت عليا القصر، وانت يا مسرور يا رب امك تطلع تحج. والنبي يا مولايا ابوس ايدك لحد كمك، سيبني لبكره وغلاوة امك. قشطه جدا الديك بيدا. رحمك من ايدي الديك، روح ربنا يهديك. شهر جاز وشهر باص، قاعدين عالكرسي الهزاز، دي عاملة ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان ادارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير اناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست. محمد مشهد، إيمان سيد، سيد زكريا، طارق أليش.